بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بيكم كل متابعين الكرام في فيديو جديد وحلقه جديده لجان لحصر اصحاب المعاشات لتنفيذ مطالبهم بشرى ساره. هقول لحضراتكم التفاصيل كامله دلوقتي حالا، واللجان دي معموله لايه وليه بيتم حصر اصحاب المعاشات بعدد وبرقم موضوع، يعني لازم يكون الرقم محطوط مش رقم تقديري. الحاجه اللي بعد كده هي كارثه كبرى وانهيار الجانب الغربي من سد النهضه وتهديد كارثي لكل دول للمصب اللي الحقيقه مصر واحده منهم. والخبر الثالث معانا هو تعطيل الدراسة بعد إعلان 15 حالة إصابة بين الطلبة وبيان شديد اللهجة لوزارة التعليم. الحاجة اللي بعد كده هي قرارات جديدة بشأن استخراج بدل فائد. تعالوا مع بعض نشوف إيه هي الحكاية لكل خبر من الأخبار دي، ولكن يا ريت لو حضراتكم ما اشتركتوش في القناة تشتركوا في القناة وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل حضراتكم منا كل جديد. في الأول تعالوا نشوف هل بالفعل هيتم تعطيل الدراسة بعد إعلان 15 حالة إصابة بين الطلبة ولا لا. مسؤول مصري بيصدر تفاصيل عاجلة بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي أنباء عن إصابة عدد من الأشخاص عددهم أو عدد من الطلبة عددهم 15 بحالة إعياء وقيء مستمر، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج. وقال شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التعليم والتعليم الفني في تصريح لي على أن المعلومات الأولية التي تلقتها وزارة التعليم والتعليم الفني تفيد بأن هناك 15 فتاة تعرضن لحالة تسمم غذائي بسبب وجبة تناولتهن وجبة غذائية فاسدة. وقال أن وزارة التربية والتعليم تتابع الموقف وفي انتظار صدور القرار النهائي من المستشفى. في 15 حالة إصابة أو 15 حالة تسمم في المدينة الجامعية في القاهرة، أحد المدن الجامعية في القاهرة، 15 حالة تسمم لطالبات في أحد المدن الجامعية. بعدها طبعا الدنيا كانت مقلوبة جدا، مش عارفين السبب إيه. وفي النهاية أو الكلام البدائي بيقول إنه البنات دول تناولوا وجبة طعام فاسدة تقدم ليهم في المدينة الجامعية، او هم اللي اشتروها من بره واكلوها، لسه محدش يعرف لحد دلوقتي. بس زي ما قال دلوقتي المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، التقرير بتاع المستشفى لسه النهائي لسه مطلعش لحد دلوقتي، ولكن بدأت تطلع شائعات كتيرة جدا انه ده المرض اللي كان موجود في اسوان بتاع تسمم المياه والكلام ده كله، وانهم هيوقفوا الدراسة وكل الكلام ده. طلع بعديها على طول بيان من وزارة التربية والتعليم انه كل الكلام ده شائعات ولا مجال لتعطيل الدراسة، وانه الماراثون الدراسي مكمل زي ما هو عادي جدا في نفس خطته وهينتهي في نفس الموعد ان شاء الله. الخبر الثاني معانا وهو رابع زلزال بيضرب سد النهضة في 48 ساعة، انهيار الجانب الغربي لسد النهضة واعلان حالة الطوارئ القصوى بكل دول المصب. ضرب زلزال رابع فجر اليوم على بعد 600 كيلو شرق سد النهضة الإثيوبي و150 كيلو متر من العاصمة أديس أبابا. كانت قوته 4.5 من عشرة درجة على مقياس ريختر على عمق 10 كيلو متر تحت سطح الأرض. وهو الحقيقة خطورته أو خطورة الزلزال بتكمن أو بتتلخص في قربه من القنبلة الموقوتة سد النهضة أو سد الخراب الإثيوبي، ولكن قوته مش كبيرة قوي، ولكن قوته هنا أو خطورته بتكمن في قربه من جسم السد. الخطورة التانية هنا إنه زي ما قال الدكتور عباس شراقي، دي المرة الرابعة اللي بيحصل فيها زلزال على مدار 72 ساعة. زي ما قال الدكتور عباس شراقي أستاذ الجيولوجيا والموارد المائية بجامعة القاهرة إنه النشاط الزلزالي في المنطقة دي كبير جدا جدا، وده بيهدد بانهيار سد النهضة الإثيوبي مما يؤثر على سلامة ملايين المواطنين في دول المصب وخصوصا دولة السودان. وبتحليل طبقات الأرض والبيانات الأخيرة في جسم السد تم اكتشاف بالفعل هبوط غير متناسق في جسم السد الإثيوبي خاصة من الجانب الغربي، مما أدى إلى إزاحة بقيمة 10 ملي متر. وحذر الدكتور عباس شراقي قبل ذلك من تخزين كميات كبيرة خلف السد مما يجعلها قنبلة موقوتة تهدد بالخراب المائي تفوق في تأثيرها القنبلة النووية في حال انهياره لا قدر الله. الخبر الثالث معانا وهو ليه بيعملوا لجان دلوقتي لحصر اصحاب المعاشات، ليه بيعمل كده، يا ترى ايه السبب؟ صرح احد اعضاء مجلس النواب لاحد الصحف القومية امبارح انه طلب منه اعداد اللجنة لحصر اصحاب المعاشات والمستفيدين عنهم، يعني الورثة، وتقديرهم بعدد محدد وليس عدد تقديري،
ولكن انا هنا مش هقول لحضرتك انا عندي المعلومة ليه بيعملوا كده، لكنه المصدر قال انه دلوقتي من اللي في لجان لحصر اصحاب المعاشات بشكل وبرقم محدد ولكن ما صرحش ليه بيعملوا كده. انا هنا ممكن اقول لحضرتك انه ده هيكون لسببين مش هيخرج عنهم الموضوع. رقم واحد انه يكون عشان خاطر الخبير يكمل معلوماته قبل ارسالها للمحكمة، وده طبعا خاص بشأن العلاوات الخمسة، وده برضو هيكون شيء كويس مش وحش، معناه انه ان شاء الله في خير لحضرتك جاي لك في الطريق، وانه انت هتكون من ضمن المستفيدين، لانه المصدر بيقول انه هيتم حصر جميع المستفيدين من اصحاب المعاشات هما او الورثة بتوعهم. طيب ده السبب الاول. السبب الثاني انه يكون هيتم ارسالها لوزارة المالية المصرية للبت في طلبات اصحاب المعاشات، واللي اولها كان الحد الادنى للمعاشات، وطبعا انا قلت لحضراتكم من كام يوم انه محامي المعاشات صرح على صفحته الرسمية وعلى مسؤوليته الشخصية انه طلب منه او جات له مكالمة هاتفية من رئاسة مجلس الوزراء انه يبدأ يتكلم معاهم او يروح يتكلم معاهم في مطالب اصحاب المعاشات، وهو عمل ده في عريضة كاملة ووداها لرئاسة مجلس الوزراء. وطبعا حضراتكم عارفين كان اول المطالب دي انه يتم مساواة اصحاب المعاشات بالعاملين في القطاع الاداري للدولة في موضوع الحد الادنى للمعاشات 6000 جنيه، او انه برضو ممكن يكون في خلال الايام اللي جاية منحة استثنائية للتغلب على غلاء المعيشة ومتطلبات الحياة، ايا كان المبلغ الناس راضية والى حد ما منتظرين اي شيء ممكن يساعدهم شوية. ولكن لو حضرتك هتسألني عن اعتقادي الشخصي، فانا شايفة انه في اعتقادي الشخصي انه ده اقرب شيء للواقع، لانه احنا دلوقتي بقينا في شهر اكتوبر، واللي متابعني من حضراتكم احنا قلنا وتكلمنا عن اسباب كتيرة جدا تخلي شهر اكتوبر لو في زيادة في 2024 كلها فهتكون في شهر 10 بالذات، وذكرت لحضراتكم الاسباب قبل كده، ممكن ترجعوا للفيديوهات علشان ما اطولش على حضراتكم اكتر من كده. في كل الاحوال ان شاء الله في شيء كويس جدا خلال الايام اللي جاية هتسمعوه. خلال الايام اللي جاية هنشوف متابعة موضوع التقرير ده او الحصر ده او لجان الحصر ده وصلت لايه، وهيبدأ يعلن بعد كده اللجنة دي مفادها ايه، اللجنة دي كانت بتعمل الحصر ده لايه، وساعتها برضو هنبلغ حضراتكم ان شاء الله. الخبر اللي بعد كده معانا هو خبر عن وزارة التموين وقرارات جديدة بشأن استخراج بدل فائض في حال إيقاف بطاقة التموين. أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن إمكانية استخراج بطاقة جديدة او بدل تالف لأول مرة لبطاقات التموين التي تم حذفها ولكن بشروط معينة. مش كل البطاقات اللي تم حذفها الأيام الماضية من حقها تستخرج بدل فائض، طبعا حضراتكم عارفين الكلام ده. طيب ايه الشروط؟ أول حاجة ما يكونش تم تحرير محضر لحضرتك في أحد المخابز، يعني ما كنتش سايب البطاقة عندهم في المخبز وجاء مفتش التموين وحرر لحضرتك محضر ومضيت عليه. في الحالة دي ما ينفعش تطلع بدل فائض. الحالة التانية ما يكونش تم تحرير محضر سرقة تيار كهربي، وحتى في حال عدم تحرير المحضر لازم حضرتك تروح للمحكمة وتبدأ تجيب ليهم براءة. لو جبت ليهم براءة من الكهرباء ممكن يرجع حضرتك او تعمل بدل تالف بعد صدور بحكم البراءة. الحالة الثالثة اللي ممكن حضرتك تستخرج فيها بدل فائد عادي في حال عدم الابلاغ عن احد المتوفيين من احد افراد البطاقة، ولو حضرتك ما بلغتش وتم ايقاف البطاقة بعد عدم ابلاغك ساعتها ممكن ترجع البطاقة، ولكن بعد سداد فروق الاسعار اللي هي تاخد مخالصة من وزارة التموين او مكتب التموين انه حضرتك سددت فروق الاسعار ما بقاش عليك حاجة للوزارة، ساعتها ممكن تعمل تظلم وترفق معاه المخالصة، وساعتها ان شاء الله البطاقة تبدأ حضرتك تقدر تطلع بدل فائد وترجعها تاني. هي دي الحالات اللي ممكن حضرتك تقدر تستخرج فيها بدل فائد. في حالات بقى صعب ان حضرتك تستخرج فيها بدل فائد، وانه حضرتك تكون اصلا من عدد من يعني من غير المستحقين، في الحاله دي محدش هيقدر يعمل لحضرتك حاجه، ودي قلناها كتير جدا قبل كده، زي انه حضرتك تكون بتدفع ضرائب 100,000 جنيه، او انه حضرتك عندك حد من الولاد مصروفاته الدراسيه بتتخطى ال 20,000 جنيه، والاخيره انه حضرتك تكون ما صرفتش عيش ولا تموين لمده 6 شهور من البطاقه بتاعتك. هي دي الحالات اللي صعب انك تطلع فيها بدل فائد. بكده تكون خلصت اخبارنا، وبتمنى يكون الفيديو كان مفيد بالنسبه لاي حد من حضراتكم قدرتوا تستفيدوا منه ولو بمعلومه واحده. بنتظر من حضراتكم لو استفدتوا بمعلومه واحده يا ريت ما تنسوش تضغطوا لايك وشير كتير جدا للفيديو عشان يوصل لعدد كبير من الناس،
وإن شاء الله على خير هنتقابل في فيديو جديد. في أمان الله.